اليوم ضمن مساحتنا الصباحية رح نتعرف سوا على المهارات النفسية يلي بتعتبر مفتاح ضبط شخصيتنا بكتير من المواقف، فالمزاج، الغضب وحتى الحب والتواصل كلها مهارات منحدد من خلالها شخصيتنا وكيفية تعاملنا مع محيطنا. فشو هي هالمهارات النفسية وكيف ممكن نكتسبها؟ كل هالمعلومات وأكثر معنا الاختصاصية النفسية هنادي السلاخ. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير سأل. صباح يسعد الخير. صباحك هنادي. دائما مواضيعنا نحن بتكون هيك حساسة ويمكن بتضرب هيك بنفس الشخص بطريقة تفكيره. صحيح. اليوم المهارات، كل إنسان عنده شيء مميز بشخصيته وبتمتع بمهارات معينة. خلينا نحكي بالبداية شو يعني مهارات؟ المواضيع الإنسانية مثل ما تذكرتي كلها بتمس الشخصية الإنسانية، وللأسف نحن كتير مهملين هذا الجانب بحياتنا. كل ما يتعلق بالنفس نحن منبعد عنه. في مفهوم خاطئ ودارج هو عن هذا التخصص، ولكن الإنسان وقت يتعرض لمشكلة حيدرك أهمية هذا الجانب من شخصيته. بالنسبة للمهارات، المهارة هي إتقان الإنجاز. الشخص عندما ينجز عمل بيكون عاطي بكفاءة عالية جدا، ويحتاج إلى دقة وسرعة. متى ما تتوفروا هذول الثلاث شروط، الدقة والإنجاز المتقن والسرعة، نحن بنقول هون الشخص اكتسب مهارة. بداية نحن نتلقى المعلومة، نحن بيكون في عنا تكرار بالعقل أنه كيف الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة. ولكن مجرد ما صار عنا نحن ممارسة، زيادة الممارسة هي اللي بتنقل التعلم إلى مهارة. نحن دائما الأشخاص في بداية العمل أو بداية أي شيء هو بيبدأ عنده تلقين ذاتي، بنقول نحن عم بمارس العمل بوعي، يعني أنه أنا هيك تعلمت، أنا هيك لازم ساوي. بعدين على كتر الممارسة تقلب التعلم والمعرفة إلى مهارة. يعني هلأ بنعرف أنه المهارة هي بتنشأ، المهارة ممكن نحن نكتسبها. تمام. ولا كيف بتنشأ برأيك؟ المهارات كلها بتكتسب. في ناس عنا ياهم بيجوا بالفطرة يمتلكون مهارات، ولكن المهارة لا تقوى ويقدر الإنسان يعني تخدم الشخص، هي أكيد هي تخضع للاكتساب. هي بتمر بثلاث مراحل، عنا مرحلة التعلم ومرحلة الاكتساب ومرحلة الممارسة. إذا ما في ممارسة لا يمكن أن يصبح الإنسان ماهر بعمل الشيء. هذا بالنسبة للمهارات اللي احنا عم نحكي، مهارات الكتابة، المهارات. صحيح. الحركية. بدنا نحكي هلا على المهارة النفسية، هي نفس الشيء، وقت نقلب المهارة الحركية لنفسية. أحد الأمثلة والنماذج، نحن وقت نعلم مهارات إدارة الغضب. فضمن الدورات التدريبية نحن قديش مهمة هي؟ مهمة جدا. القصة تبع الغضب خصوصي هلا في ستريس. وحاولت أبدأ فيها لأنه اليوم كثير منتشرة. أكيد. ولأنه مضاعفاتها وبتسبب مشاكل كبيرة بسبب عدم معرفة الإنسان أنه كيف يدير غضبه. فمهارات إدارة الغضب، نحن أول شيء بنعلمه الخطوات أنه يفهم هو ليش غضب. الإنسان لا يغضب عن عبث، أكيد هو صار موقف أدى إلى غضبه. فالإنسان هون وقت يفهم حاله أنه أنا ليش غضبت، ممكن هو يخف من ردة فعله. فأثناء التدريب ليصير عنده مهارة، نحن من خلال عدة خطوات بيصير الإنسان ممكن نقول له عد للعشرة، تنفس ثلاث أنفاس قبل ما تعطي الاستجابة. فهون هي أهم مهارة نحن اليوم كثير بنركز عليها، هي مهارة إدارة الغضب. أيضا عندنا مهارات اليوم التكيف. نعم. التكيف مع الضغوط كمان مهارات اليوم كتير لازم الإنسان يركز عليها، هي مهارة نفسية وتحتاج إلى طاقة عالية وتحتاج إلى تقنيات وأساليب. الإنسان لازم دائما اليوم هو يعرف كيف هو يتكيف مع الضغط. إحنا معنا الحياة كلها ضغط، أنا ما فينا نقول والله الإنسان مو مضغوط، ولكن وقت نقول التكيف مع الضغط هو كيف يقدر يستجيب لهذا الضغط. نعم. بشكل ماهر. صح. طيب تفضلي سماج. طيب نحن إذا بدنا نحكي عن المزاج، نحن بنعرف إنه المرأة بتغير مزاجها باليوم كثير، يعني أكثر من الرجل بثلاث أو أربع أضعاف. صحيح. هلا بدنا نحكي وقت تقلب المزاج عند الرجل أو المرأة، كيف ممكن يتعامل الطرفين مع بعض؟ تمام. أولاً المرأة لا يتقلب مزاجها عن عبث، ولكن ضغوط يمكن التربية، ضغوط الأبناء، ضغوط الزوج، الضغوط اللي هي حواليها برمجوها أنه نحن نعطي هاي الوصف للمرأة، أنه المرأة بتغلب عليها مثلا المزاج الانفعالي دائم. نحن هون مثل ما قلنا بدنا نرجع للسبب.
لا ما حدا بيعصب من ولا شيء. لا شيء صعب. مهارة النكد بالنسبة للمرأة هي كمان بيقول كثير رجال بنسمعه عم بيقول فنانة بالنكد. ايه من وين؟ تمام. فبرجع للسبب دائما نفس القصه، الرجال بيتقلب كمان مزاجه، كيف تمام. بتقدر كمان المرأة تعامله بهالطريقة؟ الرجل ماهر بمهارة الصمت داخل المنزل. وإذا بدنا نجي للعلاقات، في رجال هنادي يمكن بتحكي قد 50 مرة وآخر شيء وبتنكد وبتعمل وبتزن هيك من تحت لتحت، بس يطلع الشكل الخارجي للمرأة أنه عم بتعيط، فدائما الحق عليه. هذا الشيء الظاهر يعني، وما خفي أعظم عنده. لا بيقلب كل الحقيقة، بيصير دائما الحق معه وهذا المرأة غلطانة. هون إحنا إذا بنطلع على العلاقة، هذا ذكاء منه؟ هذا ذكاء طبعاً. طيب طبعاً هو طيب ذكي. بما أنه عم نحكي على الذكاء، خلينا نحكي عن الذكاء العاطفي. كيف ممكن نحن نكتسب بالذكاء العاطفي؟ هو كمان الذكاء العاطفي مكون من مكونات الذكاءات الثمانية. كل إنسان عنده 8 أنواع من الذكاءات. الذكاء العاطفي أو الانفعالي اللي احنا بدنا نقول، لأنه احنا الانفعال دائما منقول هو الإيجاب أو السلب. كمان الانفعال وقت الفرح هو انفعال، الحزن انفعال. حتى في ناس تتعاطى مع الفرح بطريقة خاطئة. ناس كتير بتفرح، بتعطي يعني ممكن تحسي انه هي فرحانة مثل بكاء شديد، فقدان سيطرة. دائما اللي احنا بنقول عطي الموقف المشاعر ولكن بتوازن، يعني مثل في توازن. يعني تماماً. بس في مهارات هنادي بتكون دائما مع الانسان بيخلق شيء بالفطره. صحيح. اي ممكن يا يطوره يا يحد منه. صحيح. يعني في مهاره معينه غير المهارات، في القدره على التحمل هي مهاره. صحيح. بيكون هيك شوي الانسان من بدايه حياته، من وقت ما كان جنين. دائما انت بتقلنا وقت يكون جنين الولد ممكن ياخذ الشيء من امه او شيء بيخلق بالفطره معه، فكيف فيه ينميه هيدي المهاره بلا ما يتاثر العوامل الخارجية يعني المكتسبة لإله؟ مثل ما قلت في ضغوط حياة، ولكن اللي عنده مهارة فيه يتأقلم مع ضغوط الحياة. عشان هيك احنا بنركز على فترة الحمل والضغط النفسي اللي بتتعرض له الحامل. احنا دائما بنقول يكون الجو المحيط هادئ، لأنه في تأثير نفسي للطفل من أثناء هو بيكون بطن أمه. ولكن احنا ما بنقدر نفصل البيئة عن الطفل. لا يمكن. طفل عم بيربى مكان فيه مشاكل وضغوطه انه يطلع شخصيه ولا طفل هادئ. هو من يعني من عمره يوم ويومين يدرك يسمع، هو حيتنمذج. ولكن امتى احنا بنقدر نعدل هذا الشيء؟ وقت يصير الطفل نحن يدخل للمدرسه، وقت تتوجه نحن اليوم عندنا المناهج التدريسيه اللي هن بلشوا فيها نوعا ما بالتركيز على هدول انواع الذكاءات اللي هي الاجتماعي والذكاء العاطفي. بعدنا شوي عن الحساب والذكاء الاكاديمي اللي بيحصر بس بالتلقي. اليوم صار في عنا انشطه بالمدرسه هي عم بتنمي هدول المهارات عند الطفل، وبيبلش هو بقى بيصير الطفل عنده موازنه اللي عم بيتعلمه والاسره، ولكن ما فينا نفصله. تبقى الأسرة هي العامل الأول. بالمقدمة حكينا كمان عن الحب، بما أنه الحب معروف أنه هو أسمى شعور ممكن يشعر به الشخص. لكن الحب ممكن يصل إلى درجة من درجات المرض النفسي. يعني إذا الواحد تعرض للإهانة والإذلال من الشريك وما أخذ ولا موقف ولا انفصل، كيف فينا نحن نمنح الحب ولكن دون الخضوع ودون نكران الذات؟ الحب كمان بيتضمن عدة مهارات. أول مهارة من الحب هو مهارة التقبل. أنا بدي أتقبل الشريك، ما بدي غير، أنا بدي أتقبل. فلحنا المشكلة في منهاج، هو المنهاج اسمه مادة الحب، هي تدرس بالجامعات الأمريكية. هو التربية بحب، حتى كيف تتعاملي مع نفسك بحب. سبب عدم معرفة الأشخاص بمعنى الحب، لحنا اليوم عنا التعبير عن إن كان الحب الشديد يوصل لدرجة التعلق المرضي، أو بيصير في عنا عكس الحب اللي هو الخوف. هو الخوف من الانفصال أو فقدان الشخص العزيز عن القلب. صحيح. فهذا نقيض هو الحب هو الخوف وليس الكره. لأنه نحن مستحيل نحب شخص ونخاف منه. فنقيض الحب أنا كتير بدي ركز عليها، مو هي الكره، الخوف. أبداً، هي الخوف. حلو، هي أول مرة أنا بعرفها. تمام. ما بنقدر نحن شيء أنت بتخافي منه وبتحبيه بنفس الوقت، لا أبداً. هذا الشيء ما احنا بنلاقي الطفل مثلاً بيخاف من أمه. ليش؟ احنا عودناه يخاف من أمه.
تماماً. يعني هيدي المهارات اللي حتى لازم الأم بتكون هي عندها إياها لتقدر تمنحها لطفلة. في مهارات كمان معينة ممكن المدرسات بالمدرسة يكونوا عندهم ملكة ليقدروا يتحملوا هذا الطفل. قديش كمان مهم يكون في دورات تدريبية وتأهيلية أيضاً للمدرسات، مو بس يندربوا ولا يشوفوا المنهاج ولا يقروا الرياضيات اللي متطورة ولا أي شيء تاني. لا، قديش مهم المهارات النفسية ليقدروا يعرفوا نفسية الطفل. في أطفال سمر معنفة كتير بتكون ببيتها، في أطفال محرومة من شيء معين، بس هذا الشيء بيأثر كتير على نفسيتهم يا سالي، وحتى بيظهر يعني عليهم وبتصرفاتهم فورا بتنتبه إنه هذا الطفل عنده شيء معين بعائلته، يعني صار هذا شيء واضح. قديش المعلمة لازم تكون منتبهة. صحيح، هون يعني أي معلمة مهما اختلف تخصصها المفروض تمتلك هذه المهارات. يعني تلاقي الطفل مثلا اللي بيضحك كتير، الطفل المهرج، هو دلالة على هو في عنده شيء غير سوي بالمنزل. احنا بنلاقي كتير أطفال بيحاولوا يلفتوا أو يجذبوا الأطفال اللي حواليهم بالضحك بالتهريج أو بتقديم الهدايا، هذا أكيد عنده ضغط داخلي عم بنفسه بالمدرسة. وكمان نفس الشيء العدوان الزائد، الكذب، السرقة، هي كلها لها دلالات. فهون المعلم أو المعلمة لازم يكون عندهم هالمهارات هي لقراءة الطفل. صحيح صحيح صحيح. هلا في كمان عندنا مهارة الاستماع، ممكن نعرف أكثر عنها؟ هي تندرج تحت مهارات التواصل اللي هي اليوم كتير مهمة. هني مهارة الاستماع هي من جدا المهارات. يعني احنا بنقول خلق الله لك أذنان ولسان واحد، فهي دليل انه نحن نستمع. وللاسف اليوم اذا انت بتراقبي ما حدا بيستمع، الكل بده يحكي. نحن اليوم بنقعد بدنا نحكي، حتى اذا بسالك سؤال انت عم بتجاوبيني انا حكون عم بحكي. لا نمتلك هذه المهاره، وهي بدها تدريبات. نحن بندرب على التركيز، على الانتباه، كيف الانسان يقدر يستمع، مو بس يسمع باذنه، حتى يستمع بلغه جسده. يعني الاستماع هو اني انا بتوجه اليك بشكل كامل. الجسد، الاستماع بلغه الجسد. معلش لو بدنا ناخذ شوي من الدورات التدريبيه بس نحكي هيك شوي. هي مهاره كمان لغه الجسد، قراءه لغه الجسد هي مهاره، معها الالقاء، معها الحوار، مهاره كثير هامه، كثير هامة لاي شخص بمجال العمل، حتى للمدرس. انا كيف اقدر اقرا الشخص سواء من عيونه، البادي لانجويج، سواء من عيونه، سواء من انحناء اكتافه. مثلا احنا الشخص بيجينا اول جلسه عنده انحناء بالكتاف، تعبير الوجه لتحت شوي شوي. احنا مجرد ما الشخص كان عنده انحناء بالظهر قلت له شد ظهرك، بتعطيه ثقه، ثقه بالنفس، هي بتعطيه ثقه لو هو لسه من جوا ما اشتغل على حاله. فكتير مهمه اول شيء احنا نظبط للشخص هو المظهر الخارجي له. فكتير مهمه هاي طريقه القعده، طريقه الجلوس، طريقه نبره الصوت، كيف هو يقدر يرفع، كيف نقدر نخفض نظرات العيون. المدرس كتير لازم يكون شاطر بقراءة العيون. العين بتحكي، الواحد لازم إذا عم نحكي مع بعض نتطلع بعيون. صحيح. بعض، لأنه العين مغرفة الكلام مثل صحيح. ما بيقولوا، التواصل وجه لوجه، وهذا اللي احنا اليوم اللي بلشنا فقدناه بسبب التواصل الاجتماعي. احنا اليوم حتى من غرفة لغرفة عم نحكي مع بعض، صرنا بالموبايلات. صح. ففقدنا احنا هذا التواصل المباشر، وهذا عنا كتير بيعمل مشاكل، بيخفف مهارات الحوار. طب كيف فينا نطور هالمهارات بالطريقة الصح؟ نطور المهارات أول شيء وقت يدرك الشخص أنه هو عنده نقص بهي المهارة. نحن دائماً بنقول للشخص يعرف حاله، يراقب نفسه. كيف أنا بدي أعرف أنه أنا لا أمتلك هاي المهارة؟ بنحطه بموقف بتجيني مشاعر، مشاعر بالتوتر، بالضيق، هاي مؤشر أنه أنا بهذا الموقف عندي نقص معين. فأول شيء نحن لأي إنسان بده يمتلك مهارة بده يعرف أنه هو يفقد هذه المهارة، أو بده يكون إنسان يتقبل نقد الآخرين، النقد الإيجابي أو السلبي. نحن دائماً بنقول استفيد من النقد الإيجابي واستفيد من السلبي. فبيطور المهارة عن طريق أول شيء هو عليه جهد شخصي أنه يتعرف عن النقص، يتعلم. في عنا نحن اليوم صار وسائل كتير بيقدر الشخص يتعلم فيها. بعدين لابد من الاكتساب ضمن برامج تدريبية، واليوم صارت كتير متوفرة عنا، موجودة وبكثرة، ومن ثم الممارسة. بدنا من الممارسة، بدنا وعي هنادي لأنه يروحوا على هيدا المراكز. وقت تقولي لشخص مثلا في دورات لتعلم مهارة الذات، كيف تطور نفسك.
شيء انه لا يعني بيقول انه مثل شيء نفسي فعم يهربوا منه. شو شيء نفسي عم نهرب منه؟ صحيح. ما هو الصحه النفسيه هي اهم جدا وكثير من الصحه الجسديه. صحيح. لانه كثير عالم عم بتعاني من شيء نفسي جوا حتى عم يعمل لها نقص. صحيح. نقص بشخصيتها. هذا الشيء عم يطلع على شكل مرض. صحيح. يعني ما بيكون مرضان هو. صحيح. قديش مهم انه نحن نوجه العالم انه لا الاخصائي النفسي مثله مثل اي طبيب للجسم. قديش مهم هذا الشيء؟ وجدا مهم. ونحن مشان نريح الاشخاص اليوم كل العلوم بتصب العلوم النفسيه والانسانيه حتى برامج البرمجه اللغويه العصبيه وعم يعني بيشتغلوا بالطاقه. هي الهدف واحد هي الصحه النفسيه والانسان يشعر بالسعاده والرفاه النفسي. اليوم نحن ما بنعرف العلوم النفسيه انه هي ما يكون الشخص مريض، لا اليوم نحن يتمتع الانسان بالصحه النفسيه، صار حتى التعريف ايجابي. هلا مو الصحه النفسيه مرتبطه بشكل سوي مع الصحه الجسديه؟ تمام. يعني الواحد اذا بيقولوا شو اسمه لعب رياضه بيحسن مزاجه، بيروح الغضب، بيروح الطاقات السلبيه، بيصير كله عنده طاقات ايجابيه. مزبوط هالكلام؟ صحيح. كثير عندنا امراض نحن اليوم ترتبط بالجانب النفسي اللي هي القرحه المعديه. الانسان يعني كثر الضغط من القرحه المعديه او القولون العصبي. وهذا الشيء عم يطلع على شكل احيانا طفح جلدي. صحيح. احيانا العصبيه الزايده. صحيح. الستريس الزايد هو نفسي. هسه بقول اليوم وجهي تعبان كثير، طالع لي حبوب، طالع لي قصص مثلا هيك كم حبه مثل العاده، بيقولوا لي ايه معناتها انت هذا الشيء نفسي، ضغط. صحيح. نفسي ممكن ما نحن حاسين عليه. صح. صح ولا لا؟ والمشكله اليوم الكل عم بيشخص، ولكن نحن بنروح اليوم عند الدكاتره، في كثير بيفوتوا على دكاتره اخر شيء بيقول له نفسي. يعني بالنهايه انت ما عندك شيء، تحاليلك ما فيها شيء، او اسهل شيء عند الدكتور انه يطلب ادويه. صح. عم يعطوا كثير ادويه بشكل كثير خطأ. يعني صحيح صحيح. يعني لازم يكون في رقابه كمان على هذا الموضوع. اكيد هذا جانب اخر لحنا. تماما. هو الجانب النفسي هو الجانب الاساسي اللي نحن حكينا فيه. حتى الحمل عم يكون ايضا نفسي. شغله ثانيه، خلينا نرجع ننتقل للمهارات. دائما المهارات بتكون عند الانسان مختلفه بالتدريج حسب شخصيته. يعني اللي شخصيته قويه بيكون عنده المهارات هيك مبينه واضحه، ولكن اللي هيك شوي شخصيته لساتها عم تتكون بيكون عنده المهارات خفيفه. ليتطور هالمهارات قديش لازم يكتسب من المحيط، ويكون محيط سليم، محيط وليس محيط ملوث. تمام. نحن اليوم نحن بنقول كل واحد ايجابي يقابله 4000 سلبي. فاليوم الانسان وقت يلاقي شخص ايجابي يتمسك فيه، لان اول التعلم هي النمذجه، مثل ما بنقول الطفل بيتنمذج بعائلته. فوقت نطلع عن نطاق الاهل في حال نحن كنا يعني محاطين بناس سلبيين وبلش الانسان يشعر هون عندي. ليش انا ركزت على المشاعر السلبيه؟ في ناس بتعيش حياتها كلها وما عندها ما بتشعر هذا الشيء. نعم. مثل احنا اللي بنقول الطفل اللي عنده خجل. مزبوط. في عالم بتعيش بتوتر بشكل دائم، وهي عندهم كثير طاقات سلبيه وبينقلوا لنا اياها. يعني لو نحن طاقتنا ايجابيه بينقلوا لنا هالطاقات السلبيه البشعه كثير. شو ممكن تنصحي كل العالم؟ ملاحظه هامه، الإيجابي لا يتاثر بالسلبي. لا نحن بناخذها منهم. يعني مو معقول حدا متوتر جنبك وتضلك انت مبسوطه، مو منطق كلامك. في عندنا تدريب اسمه التدرع الطاقي، كيف نحن نقدر نفصل نفسنا عنه. وما حبيت هي الجمله. طبعا. الايجابي لا يتاثر ابدا. الايجابي لا يتاثر، الايجابي مؤثر. الإيجابي الواحد يؤثر ب4000 سلبي. لو اجتمعت طاقة السلبيين كلها لحرقة الأرض، ولكن وجودها الإيجابي اللي بيأثر على 4000 هي اللي عم تعمل تعديل. ممتاز. السلبي لأنه هو بيفرز طاقة. طبعا. هدول الأشخاص السلبي طيب بيفرز طاقة بينشرها على المحيط تبعه. مزبوط. هي معروفة عند الكل. طيب إذا واحد متوتر ومعصب وكيف ممكن ياخذ الطاقه الايجابيه من الانسان الايجابي اذا ما قدر يستوعب؟ هو بموقف مو قادر يستوعب، فقد شخص عزيز، صار عنده مصيبه كبيره، كيف ممكن يستوعب وتنتقل الطاقه الايجابيه له؟ هذا اكيد مو منطق. أكيد. الحديث احنا بنقول دائما اي موقف عطيه المشاعر، ولكن لا تطولي بالمشاعر. يعني اكيد نحن حادث وفاء، شخص عنده درجه الذكاء العاطفي والانفعالي كثير مرتفعه. نعم. مو الطبيعي ما يتاثر بالوفاه ولا شخص قريب عليه ولا أكيد. موقف صار بيمس المجتمع. ولكن فرق بين انه هو يعطي المشاعر. تمام. لمده معينه
او هو يستمر فيها، بتلاقي بعد 5 سنين هو راجع لنفس القصه. هو المهم انه بتنتقل الطاقه السلبيه لو لفتره معينه او الطاقه الايجابيه. بتمنى يطول الحديث استمر عن هذا الشيء. اكيد لازم نحن نكون نحدد حلقه خاصه نحكي عن السلبي والايجابي. بدنا نتشكر كثير وجودك معنا هنادي السلاخ الاخصائيه النفسيه. يا رب كل مشاهدينا يكونوا استفادوا من الشغلات اللي كمان نحن استفدنا منك اكيد بهذه المعلومات. شكرا كثير لك. شكرا كثير لوجودك معنا وموفقه.